الفيديو ده بقى فيه حاجتين ممكن يكون ناس كتير ما شافتهمش قبل كده، وهما اغرب من بعض بصراحة. اولا الطيور دي بتعمل ليه كده وايه الحركات دي، والتاني هتشوف النمل اللي بنستهتر بيه وملوش لازمة ده بيعمل ايه بالتصوير فائق السرعة، منتهى الدهشة بصراحة، سبحان الخالق. ودي بقى يا سيدي باختصار كده حاجة اسمها انتينج او التنميل، واللي معناها ان الطيور دي بتستلقي على ظهرها ويطلع النمل ده على الريش بتاعها، او انها بتاخد بمنقارها انواع معينة من الحشرات او النمل ده وتفركه في جميع انحاء جسمها وتحت اجنحتها. والعلماء اكتشفوا ان انواع النمل اللي بيتم استخدامها في سلوك التنميل ده بتنتمي لفصيلة النمل الفورميكية، ودي اللي بترش حمض الفورميك لما بتحس بتهديد زي ما انت شايف كده. والعلماء اكتشفوا اكتر من 200 نوع من الطيور بتعمل السلوك ده، ومن بين اكثر الطيور شيوعا اللي بتعمل سلوك التنميل ده هي الطيور المغردة زي طائر القايق الازرق، واللي بسببها تم عمل دراسة موسعة اتعملت في 2008 بسبب الظاهرة دي. لكن العلماء وجدوا انواع اخرى زي الغربان والديوك الرومي والبوم بتعمل نفس الطقوس، والموضوع ده تم ملاحظته اول مرة في ثلاثينيات القرن العشرين، وحاول علماء الطيور والباحثين يعثروا على تفسير لده، وقالوا عدة نظريات ان الحمض اللي بيفرزه النمل ده بيقتل الطفيليات والفطريات والبكتيريا، او انه بيعمل كبلسم طبيعي ويهدي التهيج اللي بيحصل بسبب تساقط الريش. كمان قالوا ان ده ممكن يكون طريقة لتحضير النمل للاكل، وده لانهم بياكلوا النمل ده بعد ما يفركوا جسمهم بيه، وكأنهم بيجبروه على افراز احماضه وتصريف السوائل الضارة علشان يبقى صالح للأكل. ودي بقى النظرية الأكثر ترجيحا. والعلماء لاحظوا ان الطيور بعد الحركة دي بتعمل حركات غريبة كده زي القفز، او انها تفرد الأجنحة بتاعتها وتفتح منقارها وتنظر للسماء وكأنها مسطولة. ولذلك العلماء سموا الحمض ده باسم النعناع البري للطيور، وقالوا ان الحمض ده ممكن يكون نوع من المنشطات للطيور دي وبيخليها تعمل دماغ، حاجة كده زي ما تقول بتتكيف يعني. لكن الاغرب من ده كله ان هم لقوا ان الطيور دي بتستخدم اشياء اخرى غير النمل زي الخنافس والديدان الالفية وقشر الليمون والبرتقال حتى اعقاب السجاير، وده يعتبر واحد من اكثر الالغاز المبهجة في مملكة الطيور. لو اول مرة تشوف الفيديو يبقى لايك وشير واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.